السلام عليكم ورحمة الله، معكم وردة أبو عرب المرشح الافتراضي للانتخابات النيابية. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا فيه وأهلا وسهلا فينا. في هذا العرس الوطني قررت بعد ضغط شديد جدا من أصدقائي، صح ولا لا؟ 100% شفت قديش كان يرن تلفوني؟ 100% بعد ما ضغطوا علي قررت أنزل انتخابات عشانكم، عشاني، عشان مشاريعي، لا عشانكم، عشان أنا أصير مهم عشانكم، عشان النمرة عشانكم، عشان الحصانة عشانكم. وصار في حوار بيني وبين المواطنين الأردنيين الرائعين المبدعين، صار في شوية أسئلة وأجوبة، بتمنى إنكم تتابعوها للآخر. Thank you. لسنا الوحيدون لكننا المميزون. لا تخلي صوتك أرخص إشي فيك، بيع للي بقدرك. الكل بيقول لك صوتك عالي، أنا بقول لك صوتك غالي. انتخبوا قائمتي. كم بتدفع؟ سؤال متكرر، كم بتدفع؟ شوفوا أنا معني برفع نسبة الوعي بطريقة بيع الأصوات، فأنا بقول إذا كليتك حقها 50,000 ليش صوتك حقه 50؟ صح؟ فأنا عندي جملة بحب أحكيها، لا تخلي صوتك أرخص إشي فيك، لا تخلي ضميرك أرخص إشي فيك، ولا تبيع بسرعة. أصبر 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 لقبل الانتخابات بساعة ساعتين، شوف البورصة شوف البورصة. فعشان هيك يا حبيبي، إذا أنت فاسد وفاسد ومش فارق عندك مستقبل بلد، مش فارق عندك أي شيء، وبدك تبيع صوتك، بيع صح. مش إيه؟ هذا مثلا شريت صوته ب 30 دينار، أنت قاعد بتقول لي ليش مش ناشر قرمات؟ عشان أشتري أصوات من الشباب، أحط فلوسي على خشب وحديد وبلاستيك؟ مستحيل، فلوسي لإلكم. عندك موسيقى حزينة؟ موسيقى حزينة، فلوسي لإلكم. فلوسي لإلكم يا أخي، حزين إيش حزين. هاي المشكلة ما توظف واحد واسطة، لا إله إلا الله. أحكي الشعار فلوسي إلكم. قبل الانتخابات كلهم، بعد الانتخابات ولا هذا. قبل الانتخابات حبيبي وصاحبي، بعد الانتخابات انت مين ياد؟ انت بتاع مين؟ قبل الانتخابات سأقوم بطرح افكار للشباب والعمل من اجل الشباب والعمل من اجل زيادة البطالة، تنقيص سعر البطالة، تنقيص عدد البطالة. اما بعد الانتخابات من انتم؟ مش فارق عندي، بشتريت بشتري، بوعد بخلف، بعتذر بختفي، برجع بعد 4 سنين. منطقي ها؟ برنامج الحزبي على كليك، برنامج الحزبي هناك، فهمت علي؟ انا يا سيدي شخصية وهمية بتشوفني بس قبل الانتخابات، تمام؟ بعد الانتخابات هتلاقيني خبير حكومي او هتلاقيني خبير انتخابات. انا فكرة فاذا انا ما وصلتش كأنا، في اشخاص بيشبهوني موجودين، فبالعكس مين قال اني ما وصلت؟ خليك عميق، انزل اعمق اعمق، انا موجود. استغلال كل المتعثرين والمديونين والمقترضين وخاصة السيدات من صناديق التمويل بحاجة تسديد الديون في حال نجاح. طيب هو لحالي بعمل هيك؟ انا لحالي؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. انا قال انا شخصية وهمية فقدرين نحكي لو وياك، بس انا مش لحالي اذا بتنتخبني، اذا بنتخبك شو بتعطيني؟ بازمك على الغداء، صحن كنافة، 50 دينار، والكثير من العهود والوعود، ونلتقي بعد 4 سنوات اخرى. شكرا، لانه انا حخلي ال4 سنوات اللي انا حداوم فيهن سنوات اخرى بالنسبة لك، فبتشوفني بعد سنوات اخرى، بعد 4 سنوات اخرى. ارجع عيد ولا صعب؟ صعب. الاستاذ هون بيسالني سؤالي لابو عرب انه على حساب اي قضيه ناوي يتسلق هاي الدوره؟ الشباب والمراه اكثر شيء بجيب فند، الشباب والمراه. شكرا. راح توظفنا سعاده النائب؟ هذا السؤال على شقين،
ما قبل الانتخابات طبعا راح اوظفك استاذه، وراح اتاكد انه كل الشباب راح يشتغلوا بعد الانتخابات. Who are you؟ ها؟ Who are you؟ ايدي سبيل. عطوفتك لو فرضنا انك ما نجحت بالانتخابات. انا راح انجح كفكره، راح انجح. اذا مش انا في كثير ناس زيي راح توصل. سؤال ثاني، هل الحزب راح يضل قائم؟ حزب المصلحه الشخصيه الاردني راح يضل قائم، بس احنا بعد ما نفوت على مجلس النواب راح نسكر ال ال الفرع ونرجع للانتخابات الجاي. بس هو كمان يعني احنا جماعه بنشتري اصوات، فليش بدي ما انا اشتريت صوتك اخدمك ليش يا اختي؟ مش اشتريت صوتك اخدمك ليه؟ صح؟ انت بعتيني دمتك وضميرك، خلص انتهى، ما حد يحكي معي. اللي باع ما يتكلمش، شكرا، عفوا. انا فكره والفكره لا تموت. شوف شو حلولي للبطاله وشو اول قرار تشريعي راح اخذه لما اوصل للقبه. هذا السؤال بتساله لجماعه القوائم، جماعه الاحزاب، الناس اللي جاي تخدم. انا زلمه مع المصلحه الشخصيه، شعاراتي واضحه. ما حدا يقول لك صوتك عالي، انا بقول لك صوتك غالي. فسؤالك خاطئ، سؤالك خاطئ، متاسف منك. مخربط بالعنوان، بدك تبيع بعت لي على الخاص، بدك تتفلسف هبلكك يا عمري. انت قد ما سألت السؤال صرت تسألني يا غلط. هي الفكرة بقديش بدك تشتري الصوت؟ اللي اذا انت عم تسأل عشان واحد من النواب وحصلت فيكم بدكم تشتروا اصوات المرشحين نفسهم، والله حلوة، والله حلوة. ايش يا حبيبي الخد الادنى؟ حبيب انت مش لازم تتابع النواب، انت روح تزوج، مخك بالخدود. ها لازم تتزوج ان شاء الله. اذا بتعطيني صوتك او بتبيعني اياه بحاول الاقي لك شغل بوحده من شركاتي، بعدها بصير عندك مصاري وساعتها ضروري. يا استاذي انت تعبان، الله يكون بالعون، والله الشباب تعبت. اه والله. هلا شوف انت اشتريت صوتك وبدك تنتخبني، بدك تحلف يمين وهتاخذ نص 50 ونص ال 50 هتاخذها بس انجح. اه حبيب لا فيش منه الحكي، وبدك تكون فاهم من جوا انه انت تضحك علي وتضحك غيري. لا احنا بيننا وبين بعض عارفين مين اشترينا، كل واحد عارف مين اشترى. دير بالك يعني فيش تضحك علينا، تفكرش حبيب احنا مش صغار. اه فما تخليناش نقلبها دواوين. شو قصة احلف يمين ولا بمشي بدون حلفان؟ لا بدك تحلف الا اذا بتنصب علينا. لا يا حبيبي احنا اللي بننصب عليك، احنا بنشتري صوتك وبنخرب بيتك. هاي هي هذا الاتفاق. وترتني ووتر بليز. كانت هاي اول جولة سؤال وجواب بيني وبينكم، هاي اول جولة، وان شاء الله في المستقبل راح يكون في جولات اكثر، حيكون بيننا وبين وبينكم رز وخبز ولحمة وكنافة وحوالات وحلفان يمين وشراء اصوات باذن الله. بشكركم، شكرا لكل انسان فاسد في هاي البلد ببيع صوته، شكرا لكل انسان ببيع ضميره، شكرا لكل انسان مش مؤمن بالتطور، شكرا لكل انسان راح يقعد في بيته وراح ينتخب ويترك لنا المساحه فاضيه لنا ولاصدقائنا. شكرا لكم. نعم قديش الصوت اليوم؟ البورصه وصلت هسه بال 55 60. يلا هي في 20 واحد. اشتري 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 لانه هاي رح تغلى كمان شوي، الانتخابات قربت.